كم هي القصص في القرآن التي تعيد تصحيح نظر العبد إلى ربه وحسن ظنه؟ كم هي القصص في السنة النبوية الصحيحة التي تعيد وتصحح ما يكون في عقل الإنسان من اعتقاده بربه؟ كم هي القصص في الواقع؟ آخر قصة قرأتها أو سمعتها من أحد الناس، وهي صورة من صور حسن الظن بالله. أحد الناس في أحد مناطق هذه البلاد الطيبة ابتلي بفقر، بحاجة، وما كان يملك إلا منزل قديم، اضطر أن يعرضه للبيع، وكان متخوف يبيع ما يبيع، لكن ضاقت عليه الشغل، اشتدت عليه الأمور، والإنسان مطالب أن يأخذ بالأسباب المتاحة، مو جالس ينتظر يضع يدا عليه ينتظر الفرج، لا، شرعا ابذل ما في وسعك، فكر، خطط، استشر، واتخذ ما يمكن اتخاذه مما هو ميسر بين يديك، وأحسن الظن بالله. فهذا الرجل ذهب إلى مكتب عقاري، قال له أنزلي في المكان الفلاني، مساحته كذا وكذا، إذا جاءك أحد يبي يشتري ترى ما بايع. يقول دخلت وأنا متردد، ما لي رغبة، لكن أقول الله يجيب الفرج. المهم تمضي الأيام، أسبوع، أسبوعين، ثلاثة، أربعة، شهر، إلا يجي واحد وقال لهذا صاحب المكتب عن البيت وأن هذا أوصاف وكذا، قال أنا أبي. اتصل صاحبنا على الرجل قال تعال في واحد إلى البيت. جاء هو ودى البيت وشافه واقتنع فيه. كم تبي يدفع؟ قال بدفع فيه 350,000. قال باع وهو لا يرغب لكن مضطر. تمت البيعة، كتب الرجل الشيك، أخذ الرجل الشيك ومضى. ما هي إلا أيام ويرجع هذا الذي اشترى إلى صاحب المكتب قال تغشيتني في البيت. ليه؟ قال في بيت قديم ومكانه ما هو شرط. قال أحد أكرهك يا رجل، أنت اللي جيت ورحت وذهبت مع الرجال وناظرت فيه، قلت لي رغبت، ما أحد أكرهك عليه. قال أنا ما أبيع البيت. قال يا رجل وش تم البيع شرعا؟ ما عاد البيعان بالخيار ما لم يتفرق، انتهى الامر. قال اقول لك ما ابي. وقام يضغط على راعي المكتب الا تكلم راعي البيت يجي ياخذ بيته ويعطيني فلوس. يقول وش اقول له؟ وش ازين معاه؟ والله يقول على حياتي اتصلت بفلان، كيف الحال؟ طيب، مقدمات ان شاء الله بخير. المهم والله ما ادري وش اقول لك وش ازين. وش الرجال اللي شرى منك البيت يقول انه ما لا راعي. خير ترى الشيك انا ما صرفت، هذا موجود في السياره في درب السياره، ان شاء الله خير ان شاء الله. يقول والله كانها قريب منه شوي الا وانت. قال بس هذا الشيك، اخذ الصك ومزقه عفى الله عنه سلام، تروح تعيد البيعه وينتهي من كل شيء. يقول والله جيت راعي المكتب يقول والله ما لي شغل، بيض الله وجهك. وفي الحديث من اقال اخاه المسلم قال والله. هذا اقال، قال الإقالة يعني أن يجيك واحد يطلب منك الإباحة في بيعة أو في أمر أخذه منك فتبيحه. قال شوف والله عهد علي إني لا أبحث لك عن من يشتريه وإن شاء الله بأفضل من هالمبلغ. قال خير خير شوف ما هذا الخير. يقولوا ما ضرته، وأنا والله كل ما جاني أحد عرضت عليه كل، وتمضي أكثر من 8 أشهر إلا ذاك اليوم جاء واحد سأل عن البيت. ادخلنا الدكان، السلام عليكم، السلام، كيف الحال؟ ابشر جاني واحد يبي البيت. قال لا ابشر البيت بعته. قال شلون؟ قال والله جاء الشارع وشرت مني الدوله 3 مليون. قال لا اله الا الله، 3 مليون.